يا عيال في خبر وحش عايز اقولهولك، بس هيزعلكم قوي. خير يا بابا؟ في ايه؟ انا سبت الشغل. انت فرحان يا حيوان منك ليه عشان سبت الشغل؟ ده احسن خبر احنا سمعناه النهارده ده يا بابا. اخيرا يا بابا، اخيرا سبت الشغل. يا ولاد الكلب، انا اول مره في حياتي اشوف عيال فرحانه في ابوهم كده. بس حلو، المفاجاه بقى اللي انت ما تعرفهاش ان انا قررت افتح مشروع وانت هتقفوا معايا فيه. لا لا بلاش يا بابا، بلاش يا بابا الشغل معاك. ده احلى شغل هيكون معايا عشان هتكونوا تحت عينيا، كمان بقى المفاجأة لما تعرفوا ان انت هتشتغلوا معايا فكهانية. فكهاني وبحب الفاكهة. فكهاني ايه بس يا بابا؟ وهنجيب الفاكهة منين اما انت سايب الشغل واحنا معناش فلوس؟ ما احنا مش هنشتري الفاكهة، هنسرقها. يا ابن حرام عليك، يا ابن حرام عليك، ما تعملش في نفسك كده وانظر. بص ما تحاولش، هي خلاص ضربت في دماغي، مش نازل يعني مش نازل، وهرمي نفسي من هنا. ارجع على الله يخرب بيتك، فيه يا عم الحاج الواد ده ماله؟ قال ايه؟ البيع قصدي يرمي نفسه من فوق علشان السرق والنصب مفيش حاجة ماشية معاه ومش عارف يجيب فلوس منين. يعني انت يا غبي مش عارف تجيب فلوس منين وصاحبك معاك؟ ماشي يا عم صاحبي، اجيب ازاي؟ قول لي. زي ما انتوا عارفين ان الوقت كتير مهم والوقت بيمر بسرعه والحياه ما بتنتظرش حد، وانا بقى النهارده جبت لكم منصه تحول وقتكم ده لفلوس، منصه بوكيت بروكر. ودلوقتي اول حاجه هنعملها نسجل دخول لمنصه بوكيت بروكر اللي هو هتلاقي الرابط بتاعها يا في صندوق الوصف يا في اول تعليق مثبت. واهم حاجه وانت بتعمل تسجيل دخول للمنصه ما تنساش تحط البرومو كود بتاعي عشان تحصل على 100% على اول ايداع هتعمله. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان منصه بوكيت بروكر منصه سهله جدا صعبة خالص، وانا هوريكم دلوقتي. اول حاجة هنعمل عملية تداول مع بعض. زي ما انتوا شايفين دلوقتي هنعمل عملية تداول وهنشوف السهم هيطلع فوق ولا لا. وزي ما انتوا شفتوا كده عملية تداول ناجحة، يلا بينا بقى نسحب الفلوس. دلوقتي زي ما انتوا شايفين يا حبيب قلبي هنسحب الفلوس، وزي ما انتوا عارفين بوكيت بروكر مسهلنا الدنيا جدا على الاخر، وكل حاجة متوفرة فيه وكل حاجة سهلة جدا وواضحة جدا في بوكيت بروكر. وكده احنا سحبنا الفلوس، يلا بينا بقى نعمل عملية الايداع. وزي ما قلتلكم ما تنسوش تستخدموا البرومو كود بتاعي عشان تحصل على 100% من الايداع. يلا بينا عشان نعمل ايداع. هنروح دايسين على المحفظة الخضراء دي وهنلاقي مليون طريقة للايداع، بوكيت بروكر مسهلة الدنيا على الاخر. وكده حباب قلبي عملنا عملية ايداع ناجحة، جميع المعلومات هتلاقوها في صندوق الوصف، رابط المنصة والبرومو كود بتاعي، وزي ما قلت لكم ما تنسوش تستخدموا البرومو كود بتاعي عشان تحصل على 100% على أول إيداع تعمله. يلا عادين مستنيين إيه؟ انطلقوا. حلو، أول شغل غلط لحد عندك أهو، انزل بقى. لا 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 مش هنزل، خلاص أنا هرمي نفسي من هنا. طب خلاص عندي شغلانة تانية، هتشتغل معايا حرامي فاكهة ماشي؟ أيوة كده بالصحاب، هو ده الشغل ولا بلاش؟ موافق طبعا، يلا بينا. بسم الله يلا بينا يا الصحاب. ايوه يلا يلا. بصوا بقى يا لؤة عشان نكسب وقت، انت هتطلع على شجرة المانجا دي وانا هطلع على شجرة المانجا دي، يلا. ماشي ماشي يا بابا. امسك يلا. امسك يلا. يلا يا حاج ابعد. امسك. ضرب بقى يا لؤة. خد يلا. الله اكبر. امسك. حط في الكرتونة يلا خد. خد يلا. خد. اسرع شوية دلعان، اسرع شوية في ايه؟ يلا اهو.
امسك يالا. امسك يا خفيف امسك. وروح يا عم كده. خد. اول فرصتك كده اتفرك. روش اطلاح. بس. على ما اعتقد المكان اللي في الشجرة كده خلاص خلص. شوف شجرة تاني. تقدر تطلع تجيب بلح من الشجرة ولا تروح تجيب العنب؟ لا طبعا يا ابو الصحاب، انا اللي هطلع اجيب البلح. انا من صغري امي كانت بتقول عليا ان انا شمبانزي. بسم الله. حاسب يلا الله يخرب بيتك هتكسر نفسك. ما تقلقش عليا يا ابو الصحاب، وبعدين ما بيقعش على الشاطئ، وهي كم مره ما فيش منها تاني. اتفرج على الشمبانزي وهو بيتنطط. لا الف سلامه عليك يا شاطر، الف مليون سلامه. لا بس عاد ما تجمد كده اللي عملت عليه. لا انت كده الله يرحمك. الواحد ربك هو الواحد. اتنين يا الحسن يا الحسين. تلاتة بالله العظيم ما جاينا تاني. اربعة صحبتنا حلوة مربعة. واعتقد كده ان دول حلوين ان افتح بيهم مشروع. يا مساء الحال يا رب. يلا يلا انت وهو سمعونا صوتكم. ويلا قرب 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 قرب. كيلو المانجا عندنا ب 15 جنيه. كيلو المانجا عندنا ب 15 جنيه يا بلاش. قرب 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 قرب. كيلو المانجا ب 15 جنيه. كيلو المانجا ب 15 جنيه. وكيلو العنب عندنا ب 10 جنيه يا بلاش. والله ب 10 جنيه بس. كيلو العنب ب 10 جنيه. عنب بناتي ب 10 جنيه. قرب 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 قرب. كيلو العنب ب 10 جنيه ب 10 جنيه يا بلاش يا بلاش. وكيلو البلح ب 12 جنيه ب 12 جنيه. قرب 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 قرب. كيلو البلح الزغلول ب 12 جنيه. قرب 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 قرب. ايه ده؟ بلح ايه يا حاج اللي انت هتبيعه ب 12 جنيه ده؟ ده اسمه بلح زغلول يا حاج برعي. بلح بيتاكل بقشره، حاجه كده فاخر من الاخر. لا طالما فاخر من الاخر يبقى ازل نص كيلو ونجرب. يلا من عندي قبل العند يا حاج برعي. ثواني. بسم الله. اتفضل يا حاج برعي. ماشي يا حاج، تسلم ايدك. هات. اه بسم الله ما شاء الله من عليه ولا حلو. اتفضل يا حاج. اتفضل حاج حسام. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. اسعار الفاكهه هنا رخيصه جدا قسما بالله. خش خش يا باشا خش. اتفضل اتفضل يلا خش. بعد اذنك يا حاج لو سمحت، عايز 2 كيلو مانجا و3 كيلو عنب. حاضر يا باشا. احلى 3 كيلو عنب و2 كيلو مانجا للباشا. ثانيه واحده بس. بسم الله. ماشي يا حاج، تسلم ايدك. كم كده حسابك يا حاج؟ كده ان شاء الله حسابك 60 جنيه. ماشي يا حاج. اتفضل. بسم الله. اتفضل يا حاج. كيلو بلح و3 كيلو مانجا معاك يا حاج بعد اذنك. بسم الله ما شاء الله. ابعت يا رب ابعت. ثواني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا حق، تسلم ايدك. تفضل حق حسابك اهو. ماشي يا باشا، مظبوط. عايزك بدل ما تنورنا تاني كده ان شاء الله. ان شاء الله من غير ما اضحك عليك. ان شاء الله. ولا علاء، هات كرتونه المانجا اللي جوه وهات بردت العنب بالمره. يلا بابا عنده فاكهة بيبيعها بأرخص أسعار وحلوة جدا. اللي عايز مانجا يجي هنا، واللي عايز عنب يجي هنا، واللي عايز موز هنا، واللي عايز بلح هنا. يلا اصبروا نفسكم كده. يلا عنب مانجا، يلا كل واحد في مكانه. يلا اهم حاجه معاكم فلوس. بس هو ده اللي انا عايزه. طول ما انتم معاكم فلوس تاخدوا عينيا مش تاخدوا فاكهه. كل واحد بيقول لي هو عايز ايه وانا عايز له اللي انتم عايزينه. طول ما انتم معاكم فلوس، انت عايز ايه؟ عايز كيلو. وانت عايز قد ايه؟ كيلو. وانت كيلو. كله كيلو وانت كيلو؟ لا ثلاثه كيلو. الله اكبر عليك، انت اول واحد هتاكل. بسم الله. بسم الله ما شاء الله، الفلوس دي كلها بابا. يلا بقى قسم علينا كلنا الفلوس دي. قسم يا غبي، فجننت ولا ايه يالا؟ الحاجات دي انا اللي بعون اللي تعبان فيها. مفيش كلب فيكم هياخد ولا جنيه من الفلوس دي. تعالى يا باشا تعالى، اتفضل اتفضل. هو الراجل اللي قاعد هناك ده والولد الصغير ده، هم دول اللي سرقوا من عند المانجا. خلاص وصل بكم الحال اللي تسرقوا الفاكهه. انت مطلوب القبض عليك يا بيه. احسن يا بابا، انت نستاهل عشان كنت عايز تاكل عنا الفلوس كده. الفلوس بقى تخصني انا. والواد ده يا باشا هو وصاحبه اللي سرق من عندي العنب والموز والبلح. حلو، دايما متجمعين، قبض عليهم كلهم. فعلا الحرام ما بيدومش.